صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين مشاهدات. اليوم غنهضركم على واحد التغذية. الوغ ما كايناش تغذية خاصة ضد الاكتئاب، يعني لا ديبرسيون سي اون مالادي، ولكن نقدروا نقولوا بأن أي واحد خصو ياكل تغذية صحية، وخصنا نشوفوا التغذية تكون غانية بواحد المادة، واحد هرمون لا سيروتونين اللي تنسميوها، يعني هرمون ديال النشاط، لورمون دو بونور. هاد لا سيروتونين باش تيصنع الدماغ ديالنا واحد الماده، واحد لاسيد اميني بروتيين اللي تنسميو تريبتوفان، وداك تريبتوفان تنجبروه بعض الماكولات. كذلك خص التغذيه ديالنا تكون غنيه بفيتامين او، فيتامين بي 6 بي 9 بي 12 بي 6 9 12، كذلك بليزوميغا 3. دونك هادو كلهم لا فيتامين دي، هادو كلهم خص التغذيه تكون فيها هاد المواد. الوغ فين تنجبروا هاد المواد؟ تنجبروها في الحبوب الكامله، تنجبروها في القطاني الكامله، تنجبروها كذلك في الخضر، كثرتوا الخضره خضراء او اللي عندها الوراق خضر، تنجبروها كذلك طبعا في شي ديال الشكلاط، ولكن شتي وقع الناس تيكثروا من هاد الشكلاط، وفي ديك الساعه استنى لي مون بليزير تيكونوا لاباس حتى يكونوا ناشطين وغني بالمغنيزيوم، ولكن ملي تيبداو يشوفوا راسهم تيزيدوا في الوزن تيعطينا يعني ليفي كونتخيغ. كذلك تنجبروها في القرقاع، تنجبروها في الحليب، مشتقات الحليب، في الاسماء، كثرتوا كيف تنقولوا بالدارجه الاسماء السمينه بحال السردين بحال لو سومون، تنجبروها كذلك في الزراعه، اي نوع زريعه تتكون صحيه. دونك انا حاولت نقول لكم بعض الوصفات دائما صحيه واللي تتساعد داك لا سيروتونين تطلع في الذات ديالنا، تتكون مصنوعه وتتعطينا داك النشاط ديالنا. الوغ الحاجه الاولى كيف قلت لكم، الوغ الخضر، خديت خضر خضراء، دونك خديت القرعه خضراء، ها هي شويتها غير مشويه في الفران، خديت الفلفله حمراء والفلفله خضراء، ها هي كلهم مشويين، خديت شويه ديال لي زيبينار كيف قلت لكم كل اوراق خضر، درت الزريعه هذه زريعه ديال اللي كان عندنا، هذه زريعه ديال القرعه، وخديت السردير. الوغ السردير شنو هذا درت فيه؟ خديت شويه ديال الرز كامل، ودرت شويه ديال العطريه باش يكون لذيذ، كورته وبخرته حتى طاب نص طياب، ودرته في الفران ما فيش نهائيا الزيت. دونك ها هي وصفه كامله وفيها يعني هاد المواد كلها، الاوميغا 3 فيها، لا فيتامين بي فيها، هاد المواد كلها اللي هضرت عليها. حاجه اخرى بالسردير كذلك وسهله حتى هي، ونديروها ديما عندنا. دونك السردير هذا درتو مشرمل هو، ولكن طيب في الفران ما فيش الزيت، ماشي مقلي، طيب في الفران. وباش خدمتو؟ الوغ قلت لكم حتى الفواكه جافه، وداك اللي تنقولوا حنا تنقولوا يعني فيها الماده اولياجينو، فيها شويه ديال الزيوت، هي شنو خدرت؟ خديت البصله عسلتها في الماء ديالها، ها هي ملي عسلتها شنو زدت فيها؟ جدت فيها شويه ديال الزبيب، وشدت فيها شويه ديال الشريحه. الوغ اذا كانت عندنا شريحة في الدار نبخروها عاد نزيدوها مع هاد الشيء، ودرت شويه ديال البندق. دونك هاد كلهم هاد لي غران وهاد لي زولياجينو غنيين، كثرتو بليزوميغا 3، ودرت فوق منها شويه ديال الجنجلان. دونك حتى هادي تتعطينا داك السيروتونين اللي هي هرمون ديال النشاط، ديال سي اون هرمون دو بونور دائما تنقولوها. دونك هادو سي دي زونطري، وتنقدروا نرافقوهم اما بشاد الرز كامل ولا شويه ديال الكينوا. الوغ هذا مبخر في شويه ديال زيت العود والملحه، هادشي اللي فيه. الوغ وصفه اخرى عاوتاني شنو؟ الوغ الموز البنان تنجبروا فيه لي زوميغا، تنجبروا فيه لي فيتامين بي، تنجبروا فيه الالياف، يعني هادشي كله اللي خصنا نجيبوه تنقدروا نجبروه غير في الموز. دونك شنو درت هنا؟ درت الدجاج. الوغ باش طيبت الدجاج، درت الدجاج مقلي ديالنا، غير لاصوص ديالو شنو هو؟ هو الحليب ديال الكوكو، تناخد الكوكو تناخد الحليب تنطيبو مع شويه الزعفران الحر وسكينجبير، هادشي اللي فيه، ما فيش نهائيا الماده الدسمه. حتى تيطيب تناخد الكاجو، ها هي دي نوا دو كاجو، تندقهم باش داك لاصوص تنردى شويه معلكه، وتناخد البنان. الوغ من الاحسن الا جبرنا البنان يكون باقي خضر ما طيبش بزاف، ها هو تنبخروه حتى هو ولا تنطيبوه في الفران وتنقدموه. دونك انتم شفتوا هذه غني كثرتو لي زوميغا ولي فيتامين بي، وطبعا لاكاجو ما خصوش يكون مقلي، خصو يكون ما يكونش مالح.
الوغ وصفه اخرى حتى هي صحيه. الوغ كاين عندنا السرديل ولا لو سومون كي تنقولوا هادو تنقولوا لهم الحوت السمين. الوغ تناخذوا شاد السومون ها هو طيب في الفرن دائما غير ما يكونش طيب بزاف. شنو خديت هذا الكرافس ها هما مبخرين وطيبين مع لو سومون ولي زيبينار شويه ديال الزيت شويه ديال الزيت ديتهم جبتهم بلا ملحه حيت فيهم بزاف ديال لي مينيرو هما طيبتهم. وهنا درت شويه ديال الزريعه كحله داك الزريعه حتى هي صحيه. دائما تنزيدوا واحد كميشه ديال لي غران باش يعطينا داك لا سيروتونين اللي حنا تنقلبوا عليها. الوغ هذا نقدروا نقدموا بحال قلت لكم حتى الحبوب صحيه الناس اللي تيكونوا يعني ماشي فرحتهم بزاف هذا الشيء تيطلع لهم تيحسن لهم المزاج ديالهم كيف تنقولوا بالدارجه ديالنا. دونك نقدروا نعملوا الروز كامل اللي بغينا. الوغ لي ديسير الوغ عملت انواع الديسير ولكن نقدروا ننوعوا شحال ما بغينا. دونك شنو خديت هنا خديت عملت بحال سميده بالحليب غير فما نعمل سميده درت شويه ديال اما الذره اما ديال اللي كان اللي بغينا شويه ديال الهربل اللي بغينا تنطيبو. الوغ دائما انا ملي تنعمل لي ديسير بالحليب تنفضل الحليب نباتي ولكن الا بغيتو تاخذوا الحليب عادي تاخذوه. دونك تنطيبو شويه ديال لافاني ولا شويه العسل معلقه العسل ها هي الكلش وتندير فوق منها هانتا انتما تندير فوق منها الوغ دائما لا بانان شكلاط غني بالمانيزوم شويه ديال هنا شويه الجنجلان ها هو تنعمل لي فروي لي فروي روج اللي تنعرفوا حتى هما صحيين. دونك تناكلهم حتى الدراري الصغار او الا بغينا هذه تقدر تعملنا وجبه في الليل او في الكوتي. الوغ هنا عملت كل مره تندير هنا عملت فرانبواز لي مور لي ميرتي كل مره شنو كان عندنا ودائما تندير در عليهم شويه ديال الزريعه زريعه الكتان هنا حتى زريعه لا هنا الجنجلان وهنا حتى زريعه الكتان تتكون صالحه لنا وصحيه. الوغ كاين واحد العصير حتى هو ملي تنشربو تنكونو يعني مرتاحين وتريحنا تناخذ نص اترو ديال عصير الليمون تنعصر معاه حامضه وحده تناخذ معلقه كبيره زريعه الكتان نص ديال البنان واحد اون كاروت جزر وحده تكون محكوكه وتنطحن هادشي كله وتنشربو حتى هذا تيعطينا يعني واحد النشاط تيحيي تيعطينا شويه ديال لو بانس كيف تنقولوا. الوغ لو كو دو كور ديال اليوم شنو هو هي حاولت نعمل اون تارت رانفيرسي ان تي غاتو رانفيرسي بالبنان وبالشكلاط. الوغ تنفرش بابي دو كويسون تنعمل في هادشي كله معلقه كبيره العسل تنحاول نسرحها وتنقبط البنان تنقطعو شويه غليط ها هو وتنفرشو. من بعد تنعمل لاباط لاباط شنو فيها تناخد اون بنان بنانه وحده موزه وحده تنمعكها مزيان تنخلط معها ثلاثه البيضات تنعمل معها واحد جوج معالق ديال الزبده وتنعمل معها طحين كامل انا تعجبني نعمل الطحين كامل تنخلط هادشي كله وتنكبه فوق داك البنان تنخلي في الفران 180 درجه واحد ما كاملاش 25 دقيقه وحتى تيبرد عاد تنقلبو ها هو تنقلبو وتنحك فوق منو شويه ديال الشكلاط ما بغيناش نعملو الشكلاط تنخليوه هكذا. الوغ ما فيش الحلويات بالكثره ما فيش نهائيا السكر السكريات السريعه ما فيش غير داك شويه العسل ما فيش يعني الطحين عملت الطحين كامل وهذا صحي وحتى هو غني بالفيتامين بي سورتو انتم غادي تشوفوا. دونك سي دي بتيت راسون تيتكل سخون ولا بارد ها هو. Voilà, donc ça c'est une tarte à la banane goulou, un cake renversé à la banane. تنتمنى بأن هذه الوصفة تعجبتكم وتنقول لكم بالصحة والسلامة.